في الفيديو ده هقولك ازاي تقدر تفرق بين وجع العضلات العادي وبين الوجع اللي هيسبب لي اصابات على المدى الطويل. ده اللي احنا بقى ان شاء الله هنعرفه النهارده. وقبل ما اقولك ما تنساش تصلي على النبي. الاول يا صديقي، لو جينا لاول نوع من الوجع تحت مسمى الدي او ام اس، بكل اختصار ده الوجع اللي بيظهر لما بتعمل مجهود جديد على عضلاتك، لو انت حتى مستواك متقدم او لو انت مستواك مبتدئ وبتبدأ لسه تحط الحمل على جسمك. والوجع ده بيظهر بعد اول يوم ما بتخلص فيه تمرين وبيقعد معاك لحد يومين، ودي في الغالب المده اللي بيبدا فيها الاستشفاء العضلي. اما لو احنا جينا للوجع اللي بيسبب لي اصابات على المدى الطويل، وده بيقعد معاك 7 ايام فيما فوق، وده للاسف بيكون سببه ان اللود والحمل التدريبي بتاعك اكتر من حاجه اسمها التشيو كاباسيتي، يعني بالبلدي كده عوامل الاستشفاء بتاعتك زي التغذيه والنوم. يعني لو احنا جينا نبسطها مع بعض كده، ما ينفعش ان انا ادخل من 20 ل 30 مجموعه للعضله في الاسبوع وفي نفس الوقت الاقي التغذيه بتاعتي، لو انا واحد هدفي الزياده العضليه، الاقي ان هي مش معديه ال 200 جرام من الكرب والبروتين جرام من كل كيلو من وزني. فالموضوع ده لو حصل للاسف هيسبب لي التهاب واصابات على المدى الطويل، ده غير انه هيقلب معايا بنتائج عكسيه. فالحل هنا انك تروح تستشير للدكتور، ولو قرر انك تتمرن فهتتمرن باللو انتنستي، اللو فوليوم، الشده القليله بمجاميع اقل. وده طبعا مش هيختلف انك تعمل فتره دي لود وتخفيف الحمل التدريبي، او انك تعمل الاكتيف ريست زي انك تمشي او تجري جري خفيف. وبكده اكون عرفتك ازاي تقدر تفرق بين الوجع العادي وبين الوجع اللي هيسبب لك اصابات على المدى الطويل. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تحفظه وتبعته لصاحبك اللي بيشتكي من الوجع، وتابعني عشان يوصلك كل جديد.